والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال نتابعها مع محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا يوسف. شكرا نهام. أخبار اقتصاد محليا وعربيا وعالميا تتابعونا معك. أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من شائعة حول استيراد شاحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لاستيراد شاحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية، مشددا على أن جميع الشاحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق بما فيها شاحنات الدواجن المجمدة آمنة تماما ومطابقة لكافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة، وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء. افتتح وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مشروع تطوير مصنع غاز مصر بمنطقة أبو رواش، وشمل التطوير تجديد المخازن الاستراتيجية لشركة غاز مصر. وتعد عملية التطوير إحدى مناطق الدعم اللوجستي التي تلبي جانبا كبيرا من متطلبات واحتياجات المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل، بالإضافة إلى توصيل الغاز للقرى التي تشملها مبادرة حياة كريمة، كما يهدف التطوير الاستغناء عن الاستيراد في أقرب وقت ممكن ورفع نسبة المواد المحلية المستخدمة. شركة غاز مصر بقى لها 40 سنة، الورش بقى لها أكتر من 30 سنة، فكان من اللازم أن تتطور وتتناسب مع حجم الأعمال المسندة إلى الشركة علشان تحقق الخطة بتاعتنا القومية لتوصيل غاز طبيعي المنازل. المهم أن احنا التطوير ده بيشمل ان احنا اهلنا وجهزنا الورش باجهزة حديثة متطورة، في نفس الوقت اجهزة معايرة للعدادات، وكمان في نفس الوقت يمكن بنشوف ازاي ان المخازن بيتم التعامل بيها بموضوع التحول الرقمي. فاحنا من هذا المنطلق بيهمنا جدا ان احنا نطمئن ان في عمليات تصنيع لورش، عمليات بتتم في الورش من منتج محلي زي محطات التخفيض، ودي كنا بنستوردها بالكامل من الخارج، النهارده بنجمع جزء وبنصنع جزء ولسه فاضل فيه جزء بسيط بنستورده، وان شاء الله احنا بنشتغل على ان احنا نقلل هذا الاستيراد. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة، حيث استمدت الدعم من احتمال تراجع الصادرات الروسية، لكنها تعرضت لضغوط بفعل زيادة المخزونات في الولايات المتحدة. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 1.2% لتستقر عند 83 دولارا و16 سنتا للبرميل. وزادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.2% لتستقر عند 76 دولارا و32 سنتا للبرميل. وصعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.9% لتستقر عند $2.76 سنتا للتر. كذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.77% لتستقر عند $2.55 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. افتتح الأردن أكبر محطة للطاقة الشمسية لديه بطاقة 200 ميجاوات، ويعد المشروع شراكة بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل مصدر، ويسهم في دعم تحقيق أهداف المملكة المتعلقة بالمناخ والطاقة النظيفة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة. كما يسهم المشروع في توفير نصف حاجة الأردن من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030 كهدف استراتيجي تسعى المملكة لتحقيقه. قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالبس في اجتماع مع صندوق النقد الدولي والهند والصين والدول الدائنة الأخرى
إن البنك الدولي سيقدم أكبر قدر ممكن من التيسير في معالجة الديون للاقتصاديات المتعثرة. في غضون ذلك انتقدت الولايات المتحدة الصين مراراً بسبب تباطؤها في تخفيف عبء الديون عن عشرات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. Make the changes needed to grow into the future. So I think there are the elements to make it work. I had a very good meeting in China in December. Kristalina Georgieva and the IMF director. نهاية أخبار اقتصاد. عود من جديد إلى ريهام ويوسف. شكرا محمد.